أوصافه صلى الله عليه وسلم إجمالا وأن النبي عليه الصلاة والسلام سفرا هنغبغي أكمل وصفه صلى الله عليه وسلم هو ما وصف به نفسه إدبانتي هايتي سفرا هو أنت غير بيدبو يا سفرا مهبن سفني وأن النبي عليه الصلاة والسلام يا هذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام سفرا من سفرا نيسي قال صلى الله عليه وسلم أرمونا متنتم عليه الصلاة والسلام يلمي أنا محمد أدمام لا محمد عبد الله يوينم ينبى ورسوله اللي بيوينم تنتوما ما أحب أرمام فنونغي أن ترفعوني تيام زيك ماميا فوق منزلتي إنغان ممزين زيني ديجي إنغان وينم هندي غلمام زيني نوي التي أنزلني الله من فنون تيام وزيك مام زونغي زيني نوينم هنغان غمامي زيني نوينم هندي غلمامي وينم نام زيكني كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا أرونا النبي عليه الصلاة والسلام يي وإن أميم سازن فاجله ينن عن غنيري لا ينز غصنو أرونا ميل وإن النبي عليه الصلاة والسلام زغصنو الحال وين نبيق وإن النبي عليه الصلاة والسلام زغصنو يلي القرآن بوغا وإنك لعلى خلق عظيم أرونا النبي عليه الصلاة والسلام يلا نبي أمنينغا هم بزغو غالي بوغا أزغو دفع يزغو زيحدو نبي عليه الصلاة والسلام زغو دفع يجلي القرآن إلى أمنا عائشة يلي رضي الله عنها كان خلقه القرآن تمونا نبي عليه الصلاة والسلام زغو دفع رغييمي يا القرآن لا زغو دو يعمل به أرونا نبي عليه الصلاة والسلام دغييمي انتم ني القرآن هو نزغو نين ويقف عند حدودي أرونا النبي عليه الصلاة والسلام دعيني يلهدمي قرآن هي الهزيني فقن القرآن تدهي فيرضى لرضاه أرونا النبي عليه الصلاة والسلام دعيني يري قرآن هي لني النساء ويسخط لسخطه وإن النبي عليه الصلاة والسلام دعيني إن جيدا قرآن هي حين جيدا النساء تمنى مجيب بأقوه خليل الله خليل الله أرونا النبي عليه الصلاة والسلام يوينا مزوح قال صلى الله عليه وسلم أرونا متنتم عليه الصلاة والسلام يلمي إن الله بنت وند اتخذني خليلا أرونا ميوق ماما نزويا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو أن ميوق نبي إبراهيم ما نزوتوا صلى الله عليه وسلم ونبو صلاة دقري بيت النبي آمين